بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة، انطلاقة جديدة، اندفاعة جديدة في هذه الأثناء، انطلاقة شوطنا الخامس عشر، حيث تنطلق هذه الأسماء وتندفع هذه الشعارات. شوط خاص بالإنتاج والمنتجين، انطلق مع شوطنا الخاص بالقعدان الجذاع المحليات، وتابع هذه الاسماء وتابع هذه التحديات، تحديات الستة كيلومترات ما بين هذه الاسماء وهذه الشعارات الجميلة والحاضرة المتنافسة دائما وابدا من اجل اول الاسماء. صدارة الشوط في هذه اللحظات، أجد مصيح سعيد بن بخيت بن ناصر العامري، هذا شعار بالنوبي على ما يبدو لي ينطلق بالمركز الأول بينما المركز الثاني. وتابع هذا الشعار القادم، شعار تابع لي على المركز الثاني الشميمي في هذه اللحظات، سالم بن علي بن هديب المسعودي على المركز الثاني يتقدم على ما يبدو لي هناك بالمركز الثاني والمركز الثالث. أجد الرعد شعار بخيت بن حمد بالعود العامري على المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الرابع في هذه الأثناء. هناك هناك على المركز الثالث الرعد كما ذكرت بخيت بن حمد بالعود العامري، والمركز الرابع انطلاقة وحضور مهل حمد بن سعيد بن جمعة بن فهد الاكتبي على المركز الرابع. المركز الخامس هناك انطلاقة الرهاوي حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري قادم بهذا الشعار على المركز الخامس. والمركز السادس شوف اللي من الجانب الأيمن يتقدم في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء، انطلاقة وحضور جميل على المركز السادس. هناك ينطلق بالرقم عشرة رعد راشد بن سالم بن محمد الشامسي قادم بهذا المستوى بهذا الانطلاق على المركز السادس. المركز السابع مذخور عامر بن سعيد بن عمهي المنصوري قادم بانطلاقة شعاره على المركز السابع. والمركز الثامن عالي سهيل بن سالم بن حمد بن يطبع العامري قادم بهذا الشعار وهذا الانطلاق على المركز الثامن. المركز التاسع شوف الوصول، وصل شعار بن غنام من يقدم لنا هملول سيف بن عبيد بن غنام المزروعي قادم وبكل قوة في هذه اللحظات. وختاما لهذا النداء أجد هذا الشعار الواصل في هذه الأثناء، الذيب محمد بن الدحمة بن سعيد بن زفنة العفاري، شعار خاطف لناموس في يوم الأمس، ينطلق من جديد شعار بالزفنة العفاري. هذه الأسماء، هذه الشعارات، هذه التحديات، هذا هو الانطلاق للمراكز الأولى الحاضرة المنطلقة الباحثة عن ناموس الشوط. يا سلام يا سلام، هناك أتابع مقدمة الشوط، شعار بالنوبي بالنوبي على المركز الأول يتقدم بصدارة الشوط على المركز الأول. مصيح سعيد بن بخيت بن ناصر العامري يسيطر منذ بداية الشوط على المركز الأول بانطلاقة مصيح. المركز الثاني الشميمي سالم بن علي بن هديب المسعودي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثاني بينما المركز الثالث شعار بالعود، هذا شعار قادم أيضا بقوة، شعار الشاعر وبخيت بن حمد بالعود العامري يتقدم على المركز الثالث.
ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن غنام، يا سلام يسوي هناك، ينطلق في هذه اللحظات شعار بن غنام قادم وبكل قوة، شعار له صوله وله جوله. سيف بن عبيد بن غنام المزروعي بدأ ينقض على المراكز الأمامية، ولكن هل المصانع الجنوبية، هل المصانع الجنوبية قادمين في هذه اللحظات؟ منطلقين مع الذيب محمد بن الدحبة بسعيد بالزفنة، الأعفاري خطير جدا هذا الشعار، خطير حضوره في أشواط الإنتاج والمنتجين. والقادم الواصل مهل حمد بن سعيد بن جمعة بن فهد الاكتبي قادم وبكل قوة، والوصول والحضور والانطلاق من عالي وسهيل بن سالم بن حمد بن يطبع العامري قادم وبكل قوة في هذه اللحظات. المركز الثامن انضم بن عويضان، حضر بانطلاقة الرهاوي حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. والمركز التاسع أول نداء لحبشان مرشد بن بخيت بن سيف المرور قادم وبكل قوة، وأيضا شعار بن يزرب على ما يبدو لي يتدخل، وهناك الحذر، الحذر وماجد بن سالمين من كردوس العامري. والكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير، يا سلام بالنوبي على المركز الأول، بالنوبي على صدارة الشوط. بن غنام يطارد، بن غنام يلاحق في هذه اللحظات، وبالزفنة من الجانب الأيمن، وبالعود يعلن حضوره، وبن عويضان بدأ ينطلق، وأيضا بن عمهي قادم وبكل قوة. ياهو من تحدي ما بين هذه الأسماء، ياهي انطلاق ما بين هذه الشعارات، بن نوبي وبن غنام، بن غنام اللي عامل له عمايل، يا سلامي عليك يا بن غنام، عامل له عمايل هذا الشعار، مسوي له سوايا هذا الشعار، عامل له بلبلة، بلبلة هذا الشعار، شعار بن غنام وانطلاقاته. يتحرك سيف بن عبيد بن غنام المزروعي مع الأمتار الأخيرة، بالعود على المركز الثاني يتحرك، يهاجم في هذه اللحظات بانطلاقة وبحضور الرعد. بخيت بن حمد بن عود العامري بالزفنة من الجانب الأيمن، ينطلق في هذه اللحظات بحضور الذيب محمد بن الدحفة بسعيد بالزفنة الأحفاري، ولكن بن غنام، بن غنام، بن غنام، بن غنام روح بالشوط ناموسة مع هملول، 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 هملول. سيف بن عبيد بن غنام المزروعي بالزفنة، بالزفنة قلت لكم خطير، خطير، خطير في أشواط الإنتاج، بالزفنة، 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 بالزفنة ينطلق، يندفع، يخطف ناموس الشوط. سلامي عليك يا بالزفنة، سلام محمد بن حمد بالدحفة بالزفنة الأحفاري على المركز الأول. المركز الثاني كان شعار الرعد بخيت بن حمد بن عود العامري. المركز الثالث كان شعار اللي هو هملول سيف بن عبيد بن غنام المزروعي. المركز الرابع هناك نهاب مظفر بن حمد بن رخموش العامري. المركز الخامس كان الوصول من مصيح سعيد بن بخيت بن ناصر العامري. تهانينا والناموس للجميع. التوقيت الزمني لحظة الوصول، لحظة الانطلاق، هناك 9 دقائق 17 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. الذيب محمد بن الدحبة بسعيد بالزفنة العفاري خاطف لناموس الشوط المركز الثاني، 9 دقائق 18 ثانية بدون أجزاء من الثانية. كان الرعد بشعار بخيت بن حمد بن عود العامري. والمركز الثالث 9 دقائق 19 ثانية 7 أجزاء من الثانية كان هملول سيف بن عبيد بن غنام المزروعي. تهانينا والناموس للجميع.